تواجد البطولة في المملكة العربية السعودية دولة عربية شقيقة أكيد التنظيم هيكون على أعلى مستوى دكتور أحمد، لكن جالية النادي الأهلي ورابطة النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي في السعودية إن شاء الله يكون لها أثر كبير في البطولة دي. طبعا ده سؤال مهم جدا، لان انا دايما رهاني على جمهور النادي الاهلي، وطبعا المباراه القادمه من اتحاد العاصمه الجزائري. طبعا الرهان دايما جمهور الاهلي في السعوديه، انا بشوف ان من احسن الجاليات الموجوده في الوطن العربي للنادي الاهلي في السعوديه. وشفناها قبل كده في كره اليد وفي كره السله، الحضور الجماهيري لجماهير النادي الاهلي في السعوديه بتبقى خاصه الرابطه الموجوده هناك بتعمل يعني حضور جماهيري كبير، ودايما الرهان عليهم. المباراه طبعا هتكون انت بتواجه الفايز من اتحاد جده واوكلاند سيتي. الاقرب طبعا اتحاد جده لان البطوله على ملعبه وهو مستضيف البطوله، ولكن انا بشوف ان شاء الله ان جماهير الاهلي هتكون اكتر من جماهير اتحاد جده. الرهان ان شاء الله يعني ان شاء الله جماهير الاهلي تكون اكتر من جماهير اتحاد جده. في الطائف مش كده؟ مواجهه صعبه طبعا اتحاد جده دلوقتي. لا، المباراه القادمه هتكون في الطائف اتحاد العاصمه الجزائري. أيوة. مباراه السوبر الافريقي. فالمواجهه طبعا صعبه. كانتي وديانج هيتقابلوا المره الثانيه، السنه اللي قبل كده اتقابلوا في تشيلسي لما كان في تشيلسي، وكانت ساعتها طلب ان هو يتصور مع ديانج. كانت في الامارات البطوله، وكانت في الامارات، وساعتها الزميل رئيس التحرير استاذ محمود شوقي هو اللي لقط الصوره يعني بتاعه ديانج. ساعتها ديانج كانتي طلب من موسيماني ان هو يتصور مع ديانج، يعني لان الاثنين من مالي. أيوة. نفس الجنسيه يعني، فهم ساعتها كان في الاتوبيس، فراح ان هو طلب مع الصوره. فدي عظمه النادي الاهلي ان هو بيتواجد دايما، بيحطك في محافل كل سنه بتقابل فرق. صحيح. اقوى من الثانيه. النهارده انت بتقابل اتحاد جده، بعد اتحاد جده في نص النهائي يبقى بطل امريكا الجنوبيه اللي هو فيه ثلاث يعني، لسه هم دلوقتي في نص النهائي منهم ثلاث فرق برازيليين، فلومينينزي وانترناشونال وبالميراس البرازيلي. اقوى فرقه بالميراس هي المرشح الاقوى، ومعاهم بوكا جونيور الارجنتيني. طبعا ده هيتحدد قريب، وبعد كده بقى النهائي. انا شايف الناحيه الثانيه طريق مانشستر سيتي سالك. طريقهم اسهل شويه. طبعا بص، دايما البطوله دي والقرعه والسبونسر الرعاه دايما بيمهدوا الطريق لبطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. بس النادي الاهلي تحديدا عامل حاله اكتر من امريكا الجنوبيه. النادي الاهلي في اخر ثلاث سنين افضل يعني. النادي الاهلي 2020 الثالث، 2021 الثالث، 2022 الرابع. فان شاء الله ان شاء الله نحاول باذن الله السنه دي ان احنا نمشي بشكل كويس. مباراه اتحاد جده صعبه، قبل كده كنا قابلناهم 2005. ايام 2005 وكانت الخساره منهم. فان شاء الله يعني تكون عندنا حاجه كده، عايزين ايه نرد بقى والنادي الاهلي غير دلوقتي. انا كنت موجود وقتها، كانت دي اول المباريات لينا في كاس العالم للانديه. وكنا بنلعب في اليابان وقتها. وكنا لسه مش عارفين مدى قيمه كاس العالم للانديه، وما كانش عندنا الخبرات كجيل وقتها وكلاعبين. لكن الجيل الحالي ما شاء الله دي المشاركه الرابعه على التوالي، وحقق اثنين برونزيه كاس عالم. فعندهم خبرات كبيره. كولر برضه من لعيبه اتحاد جده. كولر برضه دي المشاركه الثانيه ان شاء الله تكون ليه في كاس عالم الانديه باذن الله. لعيبه النادي الاهلي عندها اكتر فرقه عندها خبرات في البطوله. ان هي بعيدا عن اوكلاند، لان اوكلاند مستواه يعتبر اضعف بكتير. لكن النادي الاهلي لعيبته عندها خبرات. انت عندك اتحاد جده هتقابل مثلا في وسط الملعب كانتي وفابينيو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينو وكورنادو، وقدام كريم بنزيما طبعا اسماء كلها كبيره. ان شاء الله انا شايف ان الدافع عند النادي الاهلي والتواجد الجماهيري، انا براهن دايما على جمهور النادي الاهلي. اي بطوله النادي الاهلي هيلعبها في السعوديه راهن على جمهور النادي الاهلي.